معلومات كتير آخر فولدر. اه انا عارفه، وعشان كده احنا بنقول معلش ذاكروا من الفولدر ده، لان بتاع الترم اللي فات مش نفس ده. اوكي، يعني حاجات احنا بعتناها ابديتد عن الورق القديم، فذاكروا من ده. هقوله تاني ونحاول نبسطه. مبدئيا كده انتوا امتحانكم ان شاء الله هيبقى ام سي كيو عليه 25 درجه. كان في ناس عندها مشكله تعارض، تقريبا دكتور محمود قال لكم تكلموا دكتور محمد عبد العزيز عشان التعارض. ام سي كيو بيبقى من الورق، مش بنجيب حاجه من بره، والموضوع ان شاء الله سهل ما فيهوش حاجه. يعني كنا قلنا ان الالكترون مايكروسكوب ده تايب اوف مايكروسكوب بيستخدم الكترون بيمز عشان نعمل الاليمينيشن للسورس اللي انا عاوز اشوف الحاجه اللي انا عاوز اعمل لها اكزامينيشن. الالكترون ده انا مش عارفه حصل ايه، لقيت نفسي بره وبكلم نفسي. دكتور معلش، بس هو احنا ممكن يعني احنا كستودنتس نعمل بعض اتنديز يعني عشان محدش يعمل اي حاجة مش لطيفة. تمام اوكي. طيب الالكترون قلنا مايكروسكوب بنستخدم فيه الكترون بيمز عشان كسورس اوف اليمينيشن. الكترونز بتبقى ميزتها ايه؟ ان هي مفيش دايفيرجن للصوره، فالصوره اللي هتطلع لي اللي هعمل لها الحاجه اللي هعمل لها اكزامينيشن هتبقى فوكس اكتر، و ديتيلز بتاعتها شايفه ديتيلز اكتر فيها. تمام، عكس اللايت، ان اللايت بيحصل له دايفيرجن، فالدايفيرجن ده هيخليني مش شايف كويس الصوره او مش فوكس قوي عليها. دكتوره مروه معلش، هو الفايل اللي بتشرح منه ولا هو انت بتشرح منين حاليا؟ هو انا مش معايا فايل، انا هقول اللي انا شرحته على طول، بس يعني اعتقد ده في اول واحد. يعني هتعدي على المنهج كله يعني كده بسرعه. تمام اوكي. طيب بنستخدمه في ايه الالكترون؟ قلنا بنستخدمه في حاجات بيولوجيكال ونون بيولوجيكال، يعني حاجات احنا كميديكال ستودنت ينفع نستخدمها، ولو نون ميديكال حاجات زي النتل الجولد دي الحاجات ممكن نشوفها. باللايت مايكروسكوب مش هشوفها، لان اللايت احنا بنشوف الحاجه من بره، السيرفيس من بره، ما بشوفش الانر ستراكشر او الالترا ستراكشر ديتيلز. يعني كمان كنا قلنا ان الفرق مثلا بين اللايت والالكترون دي حاجات من الحاجات اللي بتيجي ام سي كيو. الفرق بينهم، حد ممكن يقول لي ايه الفرق؟ اللايت بيبقى اضعف، الفوكس بتاعه اقل لغايه المايكروميتر، عكس الالكترون، الالكترون تقريبا للنانوميتر. ماشي تمام. حاجه تانية الصوره الفيلمنت التاني لا ممكن ما نستخدمش صبغه ولا اي حاجه. لا احنا بنستخدم صبغه بس بتبان بلاك اند وايت، يعني ايفن لو حطينا صبغه، الصبغه بتاعتنا ميركري فالليد يعني ليد سيتريت، فالليد ده بيبان ابيض واسود، عكس اللايت اللي بيبقى اتش اند اي، والاتش اند اي احمر وازرق. تمام، حاجه كمان فرق في اللانسز بتاع كل واحد. تمام، في اللانسز في دكتور اتكلم انا ما سمعتش قال ايه. Source of illumination. تمام، يبقى Source of illumination عندنا في اللايت هو لايت، والتاني يبقى electrons. الresolution في electron أعلى، magnification أعلى، الفوكس أعلى برضو. إحنا في اللايت بنستخدم أو ممكن نشوف الـ specimen دي dead أو living specimen،
لكن في الالكترون قلنا عشان الجهاز نفسه فيه حاجه اسمها فاكيوم، فالفاكيوم دي مش هتخليني اشوف غير، ما اقدرش استخدم غير ديد او دراي سبيسمن. اوكي الصوره في الالكترون بتبقى بلاك اند وايت زي ما قلنا عشان الصبغه اللي هستخدمها ليد ستريت، اما في اللايت بنستخدم اتش اند اي فبتبان ملونه. نوع اللينس اللي هنستخدمها في الالكتروميكروسكوب بتبقى الكتروماجنتيك لينس، في اللايت بتبقى جلاس لينس. اوكي الارقام في ارقام سوري ثانيه واحده سوري في ارقام بتبقى الريزوليوشن الفرق بين اللايت والالكترون، الارقام دي برضه ممكن تيجي في الام سي كيو. الالكترون قلنا الريزوليوشن عالي والماجنيفيكيشن اعلى. غالبا في الورق كان في غلطه مكتوبه بي ام، هي مش بي ام، هي نانومتر عادي. 50 الكترون مايكروسكوب 50 نانومتر في اللايت 20، والماجنيفيكيشن 10 مليون اكتر من اللايت. اوكي طيب قلنا الكترون بنستخدم ان انا هشوف الالترا ستراكشر ديتيلز بتاعه السبيسمن اللي هفحصها. لو انا حاجات ميديكال فانا مثلا باللايت العادي عندنا في الباثولوجي هشوف السيل واشوف منها نيوكليوس وسيتوبلازم، بس عشان اشوف الستراكشر ديتيلز اكتر بتاعه الحاجه اللي انا بفحصها دي يبقى نستخدم الكترون، بمعنى ان انا هشوف ريبوزوم، هشوف ميتوكوندريا، جولجي أبيريتس، دي كلها بتبان بالإلكتر مش هتبان باللايت. كمان من الفروق إن كمان الإلكتر بنستخدم أنسيلري تكنيكس، أنسيلري سبورتيف تكنيكس، وقلنا دي بنستخدمها لو عايز أفحص فيروس أنا بعمل حاجة اسمها نيجاتيف ستين. أوكي أنسيلري دي كلمة مهمة. قلنا الجهاز بتاع الالكترون جهاز كبير بياخد سبيس كبير، ودي حاجه من الديس ادفانتج بتاعته. عباره عن ايه الجهاز ده؟ حد فاكر شكله؟ طبعا كل حاجه في الجهاز بتعمل ايه ده بيجي ام سي كيو برضه. اول حاجه في الجهاز من فوق عندنا حاجه اسمها الكترون جن، الجن دي بتعمل ريليز للإلكترونز. تحت الجن ده هنلاقي كاثود وأنود، دول نيجاتيف وبوزيتيف تشارج عشان يعملوا acceleration of the electrons. يبقى الجن هيعمل ريليز للإلكترونز، الأنود والكاثود هيعمل acceleration للإلكترونز دي. بعدين هنلاقي electromagnetic lens. أوكي مهم أقول electromagnetic lens أو electron optical lens نفس المعنى. أوكي مش optical lens لوحدها، لازم electron optical lens. فالإلكترومغنيتيك اللينس دي الإلكترومغنيتيك lens بتعمل focus للإيمج، هتنزل الإيمج تحت خالص. في عندنا حاجة اسمها stage، الستيج دي اللي بحط عليها السبيسمن. قبل الستيج في عندي السكانينج كويل، حاجة كويل كده ملفوفة زي ال حاجة ملفوفة حوالين بعضها، دي بتبعت الامج دي للتي في سكانر. اوكي وعندنا تي في سكانر اللي هيبعت بعد الكويل ده في حاجة اسمها ديتكتور، الديتكتور هيبعته للتي في. يبقى الجهاز تقريبا في الصور صورة للجهاز ده. فالجهاز عندنا جن، الجن هتعمل acceleration of the sorry الجن هيعمل release the electrons، بعدين الكاثود والانود دول بيعملوا acceleration of the electrons، اللينس electromagnetic او electron optical lens دي بتعمل focusing of the electrons. بيفوكس ليه؟ عشان تنزل تحت على الستيج، فبالتالي كل السبيسمن اللي انا حطاها تطلع لي في التي في. تحت اللينس دي في scanning coil هتسكان الصوره الامج دي او السبيسمن وتبعتها لي سكانينج ديتكتور، الديتكتور ده هيطلعها لي على التي في. في سؤال لغايه هنا؟ طيب دكتور بعد اذنك لو تعرفي بس تعملي شير سكرين
للكلام اللي حضرتك بتقوليه عشان بس نكون مواكبين للي حضرتك بتقوليه، عشان ممكن يعني ما نفهمش كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه كده. هو لو حد فيكم عنده الفايلز يعملها، انا مش عندي الصراحه على البتاع، انا بشرحها كده اللي انا فاكراه اللي احنا شرحناه. طيب يا دكتور، انت الفايل رقم 5 بالظبط، هو عندنا 4 فايلات اعتقد، ده رقم الفايل الاول يعني. اعتقد ده واحد. طيب هو ما عنديش اوبشن اللي هو شير سكرين، عندي مش مسموح ليه حضرتك، بس انت اللي مسموح، يمكن تعملي لي طب ولا هو كده وانا احاول اعمل لك ايه؟ سوري، شير سكرين الايقونه مش مسموح ليا حضرتك، بس انت البريزنتر بتاعه المحاضره فهو المسموح بس حضرتك. هو عشان احنا مش منزلينها على يعني بسوق الايفون سخيف، فمش بيرضى يشير اي حاجه، فاحنا مش منزلين اصلا الفولدر دي على الجروب، فعشان كده انا عندي مش طالعه لي برضه. تمام، لو حد فتح من اللابتوب يعرف يعمل شير سكرين يعني يعمل. هو انا فتح من اللابتوب برضه، ما فيش حد عنده مسموح لي غير حضرتك بس اللي انت تعمل شير سكرين. مش عارف اعمل ايه يعني، حاول حضرتك تخلينا كمحاضرين مش حاضر، كناس بتشرح جاي، فنعرف نحط. طيب اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه وانا اعمله. حضرتك تقدري تعملي له الاو انه يشيل السكرين بتاعته هو؟ اعمل الاو ازاي؟ هو في ثلاث صورات تحت يعني. اوكي تمام ماشي، دوري بقى في الحاجات دي ان خلي حد فينا كمحاضر. مفيش، ما عنديش، بقول لك الايفون سخيف فمفيش حاجه طبعا، انا مش فاتحه من اللابتوب للاسف، انا فاتحه من الموبايل، فانا مش طالع لي حاجه. طب هو انتوا اللي انا بقوله انتوا كده مش فاهمينه؟ لا تمام يا دكتور، خلاص احنا بعتنا الورق على الجروب، في حد بعتها على الجروب، وان شاء الله يتبعه مع حضرتك كده ونتبع احنا كلنا يعني. لو اتحطت على الجروب هنا على تيمز انا هعرف اعمل لها شير، بس انا ما عنديش ولا فايل نازل. هو انتوا مش معاكم اصلا الورق؟ لا موجود يا دكتور، هو مبعوت على الجروب. طيب يعني افتحوا بقى، يبقى الاسهل انكم تفتحوا. انا حتى اللي معايا ورق مطبوع ده حاجه القديم، فمش معايا الجديد صراحه. خلاص تمام يا دكتور، تمام يا دكتور، الورق موجود خلاص. طيب اوكي، ما قلنا ايه؟ ايه انواع الالكتروميكروسكوب؟ ترانسميشن وسكانينج ريفليكشن. اوكي طبعا كل نوع والفرق عن التاني ده مهم، يعني الترانسميشن ده ايه؟ الأوريجينال فورم أوف إلكترون مايكروسكوب. تمام، طب الفرق بين الترانسميشن والسكانينج؟ الترانسميشن بيبقى ثرو الأوبجكت، إنما السكانينج بيبقى بيعدي عليه. أوكي، يبقى الأنواع الإلكترون مايكروسكوب أهم حاجة الترانسميشن والسكانينج، في ترانسميشن سكانينج، في سيريال وفي ريفلكشن، وفي حاجة اسمها كرايو. الترانسميشن ان انا هشوف السبيسمن دي، يعني الالكترونز بقى سكاترز عليها وانا هشوف السبيسمن كلها كده اوفرول. السكاننج من اسم سكان، فانا الحاجه بتعمل حاجه اسمها نوك اوف، الالكترونز دي هتنزل لجوه وترجع لي تاني، فانا هشوف انر واوتر. اوكي، فالسكاننج يعتبر احسن شويه لان انا شايف
ديتيلز اكتر من الترانسميشن. ترانسميشن سكانينج يبقى في الاثنين سيريال، ان انا هيقطع لي السبيسمن دي هتبقى مقطعه سيريالز صغيره، احنا اوريدي بنشوف الترا ستراكشر هتقطعها اصغر كمان فاشوف سيريالز، فبالتالي السبيسمن تبقى واضحه اكتر، يعني عندي ثين سيكونسز. اوكي الكرايو ده قلنا بنستخدمه لو انا عاوز اشوف حاجه رابد، يعني احنا المفروض قلنا بياخد وقت طويل عشان اجهز العينه بتاعه الكترون، هتاخد وقت طويل عشان اعمل اكسلريشن للسبيسمن دي واشوفها اسرع في وقت اقل بنستخدم الكرايو، بنعمل كرايو يعني تجميد. اوكي فبنستخدم الكرايو دي ايفن موجوده في الالايت مايكروسكوب العادي. و الرفلكشن هتعمل لي ريفلكتد بالذات لو حاجه الاستيك مش ميديكال قوي، الميديكال اكتر حاجه بنستخدم الترانسميشن والسكاننج. اوكي مهم اعرف الفرق بين الترانسميشن والسكاننج، ان السكان هيعمل لي ايه النوك اوف ده، هينزل البيمز هتنزل وتطلع لي وترجع تاني، فانا بشوف انر واوتر، الترانسميشن هشوف الاوتر بس. فاكرين دكتورة معلش الحتة دي تاني ممكن الترانسميشن انا هيترانسميت العينة عادي هيدخل فيها فانا هشوف من برة لجوه. اوكي ترانسميشن البيمز عدت عليها فانا شوف من برة لجوه. السكاننج لا هيسكان بمعنى ان انا هشوف ترانسميشن من برة لجوه وارجع تاني اشوف من جوه لبرة، البيمز بتنزل بتخبط في السبيسمن اللي حطاه وترجع لي تاني، حاجة اسمها نوك اوف أو point off. فبالتالي في الترانسميشن أنا شايفة الأوتر سيرفيس، مين للأوتر سيرفيس، لكن في السكانينج أنا بشوف أوتر وإنر، وطبعا بما أني بشوف أوتر وإنر فبدا أحسن لي في الدياجنوزز يعني. أوكي تمام يا دكتور. طيب حد فاكر البريبريشن أوف السبيسمن؟ هرجع أقول برضو preparation كل مادة بنستخدمها فين دي بتيجي في الMCQ. أوكي أنتوا كنتوا طلبتوا أسئلة بس ما إحنا عندناش bank of questions يعني، فلا أقدر أقول لكم الحاجات اللي إحنا كنا بنجيبها يعني. كان في كده كذا step، إيه the steps of preparation؟ chemical fixation. تمام negative fixation. أوكي dehydration. Okay. بعدين عينة جات لي عملت لها fixation، بعدين عملنا لها dehydration، وبعدين embedding. Okay embedding وبعدين sectioning وstain. Stain. يسنا عملنا لها sectioning وبعدين stain. Okay. الكيميكال فيكسيشن دي بنستخدم ايه؟ فورمالدهايد. تمام حتى في اللايت مايكروسكوب احنا بنستخدم فورمالين عشان نعمل فيكسيشن، فالفورمالدهايد ده للفيكسيشن. ليه بعمل فيكسيشن؟ عشان اعمل ستابيلايزيشن للسبيسمن دي، بمعنى لو في اي ميتابوليك بروسيس شغاله تقف. اوكي يبقى الفيكسيشن ده علشان اخلي العينه بتاعتي لو فيها اي بروسيس شغاله لسه نوقف الميتابوليك بروسيس واعمل لها ستابيلايزنج والسيلز دي تبقى ستابيلايز عشان اشوفها احسن. بنستابيلايز السيل او بنفكس السيل دي كيميكال فيكسيشن بالفورمالدهايد. لو في ليبيد العينه ليبيد اكتر فيها بنستخدم الاوزميوم تيتراكسايد، بس مينلي الفورمالدهايد. اوكي طيب الكرايو فيكسيشن دي قلنا لو عينه قلت احنا المفروض الفيكسيشن ده بيقعد من ساعتين لثلاث ساعات، فانا لو عاوز افحص اسرع من ساعتين هنعمل حاجه اسمها كرايو فيكسيشن. اوكي هنعمل فريزنج رابيد فريزنج للسبيسمن دي. نيجاتيف ستين باي ذا واي كيميكال فيكسيشن نيجاتيف ستين كرايو فيكسيشن دول كلهم تبع الفيكسيشن. تمام هاو تو ستابيلايز السيل دي. النيجاتيف ستين دي قلنا بنستخدمها في الفيروسز، ان انا بحط ماده
تخلي الباك جراوند اسود والفيروس هو اللي بان وايت. اوكي يبقى اول ستيب عملنا فيكسيشن وقلنا الفيكسيشن اف بالفورمالديهايد اف. تمام نيجي الستيب اللي بعد كده الدي هايدريشن. ليه بعمل دي هايدريشن؟ حد عارف ليه بنعمل دي هايدريشن؟ بغيب بعين المية من الخلية أو البكتيريا وببدلها بول أو أي حاجة ثانية. تمام هنعمل هنشيل المية ونحط لها مكانها الكحول. أوكي بس ليه بعملها؟ بعملها عشان الستيب اللي بعدها اللي هو الإمبادينج ده مش هيحصل إمبادينج لو في مية. الستيب دي علشان الستيب اللي بعدها الإمبادينج مش هيحصل لو في ووتر في السال دي مش هيحصل إمبادينج. طيب يعني ايه embedding اصلا؟ يعني بنفخ الخليه مثلا وبخليها يعني عشان الميكروسكوب يعرف يصور الحاجات اللي من جوه. الامبيدنج ان انا بحطها في بلوكس زي قلنا زي بتاعت التلج. اوكي عشان تطلع لي هارد بلوك فالهارد بلوك ده انا اقدر اقطعه بالجهاز يعني اشوف السبيسمن ليتر اون. يبقى امبيدنج ان انا هامبيد السبيسمن دي جوه بلوكس. هعمل لها هاردنينج ده الامبيدنج. طبعا احنا بنعمل امبيدنج بحاجه اسمها ايبوكسي. امبيدنج اي وايبوكسي اي تمام شغل الاطفال قوي. تمام يبقى اول حاجه عملت فيكسيشن بالفورمالديهايد بعدين عملنا ديهايدريشن شلنا الميه اللي فيها بالالكحول وبعدين عملنا امبيدنج اللي هو عملت لها بلوكينج هاردنينج للسبيسمن دي بحاجه اسمها ايبوكسي. وبعدين خلاص طلع لي بلوك زي قالب التلج ده. البلوك ده اقدر احطه في الجهاز واقطع الترا ستراكشر الترا ثين سبيسمن. تمام ولما تطلع لي الشرايح الرفيعه دي اللي انا قطعتها هعمل لها بعدين ستيننج بالليد سيتريت. والليد احنا عارفين الرصاص لونه اسود فالصوره هتطلع لي بلاك اند وايت. تمام البريبريشن تمام لغايه كده. اوكي يا دكتور معلش عندي سؤال. اتفضل. هو صوت حضرتك كان بيقطع في الفيكسيشن انا ما سمعتش الانواع كلها. عندنا كيميكال فيكسيشن كرايو فيكسيشن ونيجاتيف ستين. كيميكال ان انا هحط فورمالديهايد ولو في ليبيد كونتنت في السبيسمن دي هحط لها تيتروكسايد. تمام النيجاتيف ستين دي بستخدمها اكتر حاجه في الفيروس ان انا بحط ماده بتخلي الباك جراوند اسود والفيروس يطلع لونه ابيض فهعرف احدد الفيروس مكانه فين. الكرايو فيكسيشن ده لو عندي حاجه عايز اعملها بسرعه الفيكسيشن بياخد وقت والبريبريشن بتاع السلايد دي كلها او السبيسمن دي كلها بياخد وقت طويل جدا. فانا عشان اسرع العمليه دي فيستحسن ان اعمل لها حاجه اسمها كرايو فيكسيشن. مش عارفه انتوا سمعتوا في عندنا في الباثولوجي بنعمل كده كرايو. عندنا كرايو فيكسيشن في الباثولوجي اللي هو لو حد لو في عيان اون تيبل دلوقتي في العمليات وشالوا منه العينه وعايزين نتاكد التيومر ده بناين ولا مالجنت فبنعمل حاجه اسمها كرايو. اوكي فريزنج بالعينه دي بنحطها بنعمل لها فريزنج فبنشوفها اسرع تحت الميكروسكوب عشان ما تاخدش كل البروسس اللي احنا هنعمله. اوكي طيب دلوقتي احنا كده قطعنا الترا ستراكشر ماشي حبيبتي قطعنا الترا ستراكشر سكشنز فانا هشوف ايه بقى ممكن نشوف ايه تحت الميكروسكوب. كل حاجه خبرة كل حاجه زي ايه بروتين والمايكروتوبيولز والحاجات دي. تمام يبقى انا هشوف النيوكليوس عادي هشوف النيوكليولس هشوف النيوكليار كاب اللي احنا مش بنشوفها اصلا باللايت انا اخري بشوف نيوكليوس ولو شفنا نيوكليولس يبقى يعني
تمام قوي، بس مش دايما بنشوف. يبقى شفت النيوكليوس نيوكليولس والنيوكليار كاب، شفت الميتوكوندريا جولجي اباريتس، اي بروتين موجود هشوفها. قلنا في الفيروس احنا بنشوف شكل الفيروس، فبنحدد دي اخر حاجه كنا قلناها في المحاضرات، ان احنا بنشوف شكل الفيروس ده عامل ازاي. بنشوف السيليا فاكرين عشان نعرف لو في سيلري ابنورماليتي، فهنشوف السيليا، هشوف بنحددها كمان عشان نشوف الانتيجن انتي بودي، هعرف نوع الانتيجن ده ايه من الالكترون مايكروسكوب. تمام. لغاية هنا تمام ولا في مشكلة؟ طب يا دكتور هل في سؤال؟ نعم. الامتحان فيه صور؟ لا لا ما فيش صور، يعني الصور دي لينا احنا بس للتوضيح يعني مش اكتر. صح؟ بالظبط. انا حتى كنت بعت على الجروب واتساب صور كمان للاخر محاضرة. ده كله بس ليكم انتوا عشان تفهموا احنا يعني الكلام ده ايه. اوكي طيب، الادفانتج والديز ادفانتج اوف الكترون دي برضو ممكن تيجي في الام سي كيو. من اللي احنا قلناه الادفانتج بقت ايه بقى كده؟ اني بشوف حاجات اللايت مايكروسكوب ما يقدرش يشوفها. تمام، يعني انا بشوف مور ديتيلز عن اللايت مايكروسكوب. اوكي، بريزوليوشن احسن، بماجنيفيكيشن احسن، صح؟ فبالتالي هشوف الاورجانيلز اللي انا مش بشوفها بلايت مايكروسكوب، زي الميتوكوندريا والجولجي اباريتس والسيتوبلازم ريتيكولم. اوكي طيب، مشكلته ايه بقى الالكترون مايكروسكوب ده؟ الحجم والبيرسونال الكتير اللي بيستخدموه. تمام، يبقى الديس ادفانتج بتاعته ان هو حجمه كبير، فبالتالي ماني وايز هيبقى اغلى، الكوست بتاعه اعلى، محتاجين ترينرز كتير عشان يعرفوا يشتغلوا عليه لان البروسيسز كتيره بتاعته، وبما اننا محتاجين ترينرز كتير فبالتالي البيت فولز تبقى اكتر، الاخطاء بتاعه الترينرز دي هتبقى اكتر. تمام. طيب هنيجي المفروض اخر بقى حاجه اللي احنا كنا شرحناها اخر محاضره، ايه اللي انا بشوفه بالالكترون اورجن باي اورجن، دي مهمه. دي اكتر حاجه اعتقد مهمه. احنا قلنا المين عندنا المصل والكيدني. المصلز نورمالي باللايت مايكروسكوب انا ممكن افرق ان دي سكيلت المصل او سترايتد مصل حسب شكل الفايبرز بتاعت المصل دي، بس يعني انا اشوف حاجه لونها بينك البندز بتاعتها ماشيه مثلا باتجاه معين فانا هقول ان دي سكيلت المصل او سترايتد مصل، اكتر من كده مش هقدر اقول باللايت مايكروسكوب. لكن بالالكترون انا هشوف المصل دي بتتكون من ايه، الفيلامنت بتاعتها بتتكون من ايه. فاكرين كانت بتتكون من ايه المصل؟ سكيلت المصل الاكتين وال تمام اكتين والباند واي باند يس والمايوسين. اي باند اكتين مايوسين تمام. دي استفاده كانت في الام سي كيو موجوده، يعني الاي باند دي ايه؟ دي اكتين تمام، او الثين فيلمنت. كل واحده فيهم الديفينيشن بتاعها ايه، دي جت في الام سي كيو المره اللي فاتت. يبقى انا هشوف الاكتين والمايوسين، اكتين دي اللي هي الثين فيلمنت اللي هي الاي باند، المايوسين الثيك اللي هي الاتش باند، بينهم في حاجه اسمها اي باند. اوكي دي عامله اوفرلابنج بين الاثنين. الاي باند دي بنقسمها بام لاين، والاي باند بتتقسم بالزد لاين. فانا عندي اي اتش A M Z. الاي thin اللي هي الاكتين، الام سوري الاتش thick اللي هي الميوسين، وبينهم الاي باند. الاي دي هنقسمها بالام لاين، والاي بنقسمها بالزد لاين. تمام. طيب لو جينا نشوف الكيدني، هشوف ايه في الكيدني؟ احنا اصلا عارفين ان الكيدني
بتتكون من جلومرولاي تيبيوز وفي بلود فيسلز. تمام، فانا هشوف التلات حاجات دي، بس هشوف الترا ستراكشر ديتيلز للحاجات دي، يعني هشوف الجلومرول كابيلري، هشوف البيز ميمبرين بتاع الجلومرولاي دي، فهشوف الكابيلري وول بتاعتها، هنشوف لو في اي ديبوزيشن. شوف انتوا اخدتوا لو فاكرين حاجات الجلومرولونيفرايتس ان بيحصل ديبوزيشن في يا اما سب ابيثيل يا اما سب اندوثيل، فانا هحدد هي فين بالظبط. هنشوف الفود بروسيس الموجوده عليها، وكمان البلاد فيسلز دي هشوف الاندوثيل لايننج بتاعها. تيبيوز نفس الحكايه، هشوف لو في اي ديبوزيشن ومكان ديبوزيشن فين ونوع الديبوزيشن ايه. اوكي، ده كده ان جنرال. بعدين اتكلمنا ان في الكيدني بنشوف كذا حاجه، الكذا حاجه دي بنشخص بيها امراض. حد فاكر اي حاجه من اللي كنا قلناها؟ الجلوميرولونيفرايتس. تمام، جلوميرولونيفرايتس والبرجر ديزيز. ماشي، يبقى شفنا في الكيدني هنشوف البرجر ديزيز زي ما قال. برجر ديزيز ده اي جي اي نيفروباثي، فانا بشوف الديبوزيشن اوف اي جي اي. تمام، في المينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم بيبقى فيه فيوجن اوف ذا فود بروسيس. كل مرض هشوف في ايه، يعني اعتقد دي في الام تي كيو. تمام، لان احنا المحاضره دي بالذات دي زياده عن اللي فات، عن الترمات اللي فاتت، فاعتقد هتبقى اهم من اي حاجه فاتت. يعني يبقى المينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم بيحصل فيوجن اوف ذا فود بروسيس، البرجر ديزيز بيبقى ده اي جي اي نيفروباثي، فانا اشوف الديبوزيشن اوف اي جي اي. في عندنا حاجه اسمها البرت سيندروم، وده مشكله في الكولاجين سينثيسيس، فبالتالي هشوف ثينينج، مع ان مفيش كولاجين في البيز ميمبرين ده، فهيبقى البيز ميمبرين تبقى ثين. اوكي، في عندنا حاجه اسمها بيناين فاميليال ريكورنت هيماتوريا، ده بيبقى برضو البيز ميمبرين بتاعنا ثين، هو اصلا اسمه الثاني ثين بيز ميمبرين نيفروباثي، فهلاقي thinning of the base membrane. الفرق بينه وبين المينيمال تشينج ان سوري او الالبرت، ان الالبرت بيبقى فيه لاميليشن، لكن في البيناين نيفروباثي مفيش لاميليشن. كمان بنشوف membrane is glomerulonephritis، هشوف مكان deposition، deposition بيبقى sub epithelial، وعندنا thrombotic microangiopathy يبقى فيه deposition sub endothelial، عشان انجيو كانت في بلاد فيسل فصاب اندوثيل. يبقى كيدني انا شفت الجلوميلر بيز ميمبرين، شفت ايه في البيز ميمبرين، هشوف الاندوثيل لايننج بتاعه، هنشوف الفود بروسس، هشوف اماكن الديبوزيشن فين. كل مرض بقى غير التاني، عشان كده احنا عرفنا نشخصهم. يبقى من الاسهل ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، في ثرومبوزز وفي مايكرو انجيوباثي. في الثرومبوزز ده في البلاد فيسل، الديبوزيشن بالتالي ثرومبوزيس ده او الثرومبس اللي هشوفها الجلطه دي هتبقى موجوده سب اندوثيليال، ديبوزيشن سب اندوثيليال، عشان احنا بنتكلم على بلاد فيسل. ال ميمبرينس جلومرولونيفرايتس هيبقى فيها سب ايبيثيليال، الميمبرين من بره. تمام، يبقى سب ايبيثيليال. البرت ديزيز ده مشكله في الكولاجين سينثيسيس، فبالتالي البيز ميمبرين بتاعنا ما فيش كولاجين، فهيخليه ثن، تلاقي thin basement membrane وفي lamellation. lamellation splitting، حاجات متقطعة. اوكي، عكسه البنين هيماتوريا. البنين هيماتوريا في thinning في البيز membrane بس ما فيش lamellation. اوكي، في عندنا البرجر ديزيز، هلاقي الديبوزيشن عبارة عن IgA، وعندنا minimal change nephrotic، هنلاقي ايه الفود بروسيس دي حصل لها فيوجن. لحد هنا اوكي؟ تمام يا دكتور. اوكي يا دكتور، تمام. طيب هنيجي نشوف فيروس وبكتيريا. مينلي فيروس، وان الفيروس بنستخدم حاجه اسمها ancillary process.
او supporting techniques. التكنيك دي عبارة عن negative stain. negative stain ان انا هستخدم مادة ما تعملش reaction مع الspecimen بتاعتنا. تمام؟ فالspecimen تبان فاتحة والباكجراوند بتاعها يبان غامق. ده negative stain. طيب بنستخدمها اكتر حاجة في الفيروس، فبالتالي هعرف هقدر احدد الفيروس ده RNA ولا DNA، وهقدر اشوف الريبوزومز بتاعته وهشوف النيوكليس بتاعته. تمام؟ زمان شخصوا بيها كورونا. اوكي، زمان كان في كورونا اللي كانت بتعمل السورس، فشخصوا بيه كورونا، شخصنا بيه الويست نايل فيفر اللي بيعمل الفيروس بتاعها يعني، شخصوا بيه الفيروس الاتش اي في اللي بيعمل ايدز، وحاليا قلنا شخصنا بيه الكورونا. وعشان كده عرفوا يطلعوا فاكسين. تمام؟ يبقى فكره الكترومايكروسكوب في الحاجات الابيداميكس ان انا هعرف اطلع علاج، لان انا هشوف الانتيجين انتي بودي واعرف اطلع علاج على الحاجه اللي طالعه لي دي. استخدمناه في الكورونا، استخدمناه في الايدز، استخدمناه في الويست نايل فيروس والابولا فيروس كمان ريسنتلي على الكورونا، فاحنا طلعنا عليه فاكسين. تمام؟ طيب قلنا كمان بنشخص بالسيلوري ديزيزز. السيلوري ديزيز قلنا دي بناخد السبيسمن من النيزل ميكوزا او اللور اير واي، بنعمل لها براشنج. اوكي، في البراشنج دي هنشوف شكل السيليا عامله ازاي. قلنا ان السيليا دي حاجه مدوره جواها مايكرو تيبيولز وليها ترتيب معين، فانا لو لقيت حاجه اكسترا سيلر يبقى ده ديزيز، ولو لقيت حاجات في النص يبقى ده ديزيز تاني. ماشي؟ يبقى انا بالسيلوري ديزيز عملت براشنج للسبيسمن بتاعتي، ولما عملنا براشنج فانا شخصت بيه السيلوري ديس اوردر. اكتر حاجه ديس اوردر موجود مشهور في السيلوري اللي هو الكارتاجنر. اوكي، ايه الكارتاجنر ده؟ الكارتاجنر ده كان بيبقى فيه عنده سايتس انفيرسز، يعني القلب بدل ما هو في الشمال هيبقى في اليمين. اوكي، يبقى عنده ساينوسايتس وبرونكياتسز، ده الكارتاجنر. ماشي؟ طيب كمان شخصنا بيه مايكروفيلس انكلوجن ديزيز. يعني ايه ده؟ الاطفال اللي بيبقى عندهم سيكريتوري دايريا. هنشوف الفيلاي بتاعت الانتستين بتاعتهم شكلها عامل ازاي. عاده بنلاقي فيها اتروفي، الفيلز دي حصل لها اتروفي، البراشنج بورد بتاعها مش موجود، فانا بشخص بيها الديزيز ده. يبقى لان احنا قلنا انا بشوف الانكلوجنز الموجوده جوه، هو بيورينا الترا ستراكشر، فانا اشوف ايه الانكلوجن اللي موجود جوه. لو انا باللايت العادي انا اشوف بس ان حصل اتروفي للفيلس بوردر، لكن بالالكترون هشوف عدد الفيلاي ده قد ايه، يعني هحدد الاتروفي ده عدده قد ايه، وهنشوف نوع الانكلوجن اللي دخل جوه السيتوبلازم، الانكلوجن اللي موجود جوه المايكروفيلاي. تمام؟ كمان شخصنا بيه الستورج ديزيز، ان احنا قلنا برضو احنا بنشوف مايكرو او الترا ستراكشر، فانا اشوف ايه النوع الحاجه اللي حصل لها ستورج جوه الجسم. اوكي، عاده بنشوف دي لايزومال ديزيز، وقلنا اللايزومز يعني دي ساكس كده فيها انزيم، الانزيمز دي بتعمل ديجيشن للمولكيولز اللي فيها، فانا حسب الانزيم ده هشوف الديفكت فين واحدد الديزيز بتاعنا. زي ايه القشره؟ احنا الاكزامبل موجود عندنا الجولتشر ديزيز. الجولتشر ديزيز ده مشكله في البيتا جلوكوزامايد، في ديفيشنسي، ده المفروض يكسر الفات، فانا هلاقي الانزيم ده ديفيشنت مش موجود، فالفات هتبقى موجوده، هيحصل لها اكيميليشن. اكيميليشن اكتر حاجه فين؟ في البون مارو والسبلين، فانا هشوف في البون مارو والسبلين سيست اللي هتقول ان في انكلوجن، فبالتالي انا شخصت جولتشر ديزيز. لحد هنا اوكي؟ تمام. كمان قلنا بنشخص ب الاسترايتد ماسل ديزيزز والبريفيرال نيوروباثي. الاسترايتد ماسل
احنا قلنا في السكيلتل في الاول خالص ان انا بشوف الزونز اوف او الفيلمنتس الموجوده بتاعه الموصل دي. نفس الحكايه في الاسترييتد موسل، هعرف افرق انا المرض ده حاجه فاسكولار المشكله عندي في الفاسلز، ولا حاجه ميتابوليك ان انا في حاجه متخزنه في انكلوجنز، لا في سيست موجوده، ولا دي حاجه كونجنت. اوكي على البريفيرال نيروباثي ان احنا بنشخص بشوف شكل النيرف ده ايه، الاكسس بتاعت النيرف دي، يعني هعرف افرق بين الريجينريشن والديجينريشن اوف دي اكسس. اوكي لما يبقى انا كنت بعت لكم صور عليها، لما الاقي الديجينريشن الاقي الاكسس ده لونه اسود، ولما يحصل الريجينريشن هلاقي الاكسس دي فاتحه. تمام كمان بتشخص بيه في السكن البولس ديزيز، لان انا بعرف احدد، احنا عارفين السكن عباره عن ايبيديرمز وبيز ميمبرين وبعد كده الديرمز. اوكي فالبيز ميمبرين ده اللي هو اسمه ايبيديرم وديرمال جونكشن، ده كذا لاير، فانا هعرف اشوف اللايرز بتاعته وكل لاير لو فيها ديفكت بتعمل لي بولس ديزيز. بولس ديزيز يعني ديزيز هيطلع لي، عارفين ناس بيطلع في جسمها فقفيع ووتر كده، سيست بتكون ووتر ليه؟ لان احنا طبيعي البيز ميمبرين بتاعنا السيلز بتاعته ماسكه في بعضها بحاجه اسمها ديزموزوم او هيمي ديزموزوم، فلما يبقى في مشكله في الديزموزومز السيلز دي بعيده عن بعضها مش ماسكه في بعض، فطول ما هي مش ماسكه في بعض يبقى سهل ان الميه تدخل بينها وتعمل فاسيكلز. اوكي ده البولس ديزيز. طيب البيز ميمبرين المفروض بيتكون من ايه؟ من طبقات اللي هي لامينا ليوسيدا، لامينا دنسا، ولامينا ريتيكولاريس. كل واحده فيهم لو فيها ديفكت هتعمل لي مرض بشكل معين. اوكي اخر حاجه قلنا بنشخص بيها برضو النيوبلاستيك ديزيزز، مينلي قلت الحاجات اللي هي سترومال نيوبليزيا، لان انا لو حاجه في الجلاند ولا حاجه في الابيثيليوم عادي اشوفها باللايت عادي، بس طبعا الكترون هيبين لي احسن الديزيز ده. ليه؟ لان احنا انتوا عارفين في الباثولوجي بنعمل ايه لما نشوف النيوبلاستيك ديزيز، ان احنا بنعمل لها اميونو هيستوكيميك، يعني بنعمل ماركر التيومر ماركر ده، بس للاسف التيومر ماركر مش واحد، مش دايجنوستيك لكل الحالات. ليه؟ لان انا ممكن يبقى الماركر ده بوزيتيف في كذا مرض، فبالتالي مش حاجه 100% شور ان انا اقول ان الدايجنوستس ده التيومر ده، لان الماركر ممكن يبقى بوزيتيف حاجه ثانيه، بس عشان ادي فاينل دايجنوستس الالكتروميكروسكوب احسن. تمام وقلنا بنشخص بيه اكتر حاجه الحاجات الساركوما اللي هو الاسترومال نيوبليزيا، الرابدوماي ساركوما، الكلير سيل ايبنديموما، دي حاجات في البرين، راوند سيل تيومرز، اوكي الميزوثيليوما، يبقى اي حاجه فيها ساركوما، ميلانوما مثلا، اي حاجه تبع الساركومز هتبقى نشخصها اكتر بالالكتروميكروسكوب علشان التيومر ماركرز مش دايجنوستيك، تبقى بوزيتيف في حاجات تانية. المفروض كده احنا خلصنا. في حد مش فاهم اي حاجه؟ طيب يا دكتوره معلش السؤال، بس هو في الملف الاخير ده المفروض يعني مثلا ان احنا نسال على كل واحد الاسم بتاع المرض وهو بيعمل ايه، صح كده؟ يعني هشوف ايه تحت الالكتروميكروسكوب. تمام. امتحان ام سي كيو، ف ام سي كيو بيبقى يعني تبقى قاري بس اكتر من انت فاهم، يعني اكيد الكلام اللي تحت الحاجات مش كله مهم، بس انا يهمني اعرف ان لو شفت سيلوري ديزيز هشوف ايه، دلوقتي انا قلت لك هشخص سيلوري ديزيز هشوف ايه، يعني ايه كارتابنر، يعني ايه جولتشر ديزيز، افني اشوف ايه عارف ان انا بشوف ايه.
تمام يا دكتور. حضرتك اللي هتحطي لنا الامتحان يا دكتور. دكتور محمود. تمام. بس انا يعني اللي انا قلته عشان ده اللي انا شفته الترم اللي فات، شفنا الامتحان الترم اللي فات كان عامل ازاي. يا دكتور. نعم. مفيش اسئله ام سي كيو كتدريب حتى لو على الجزئيه الاخيره دي؟ لا، ما هو والله انا قلت له، قال لي ان مفيش بانك كويستشنز عشان نحط اسئله، عشان نديكم انتوا اسئله يعني. بس لو يعني اللي انا قلتهم هم دول اللي كانوا في الترم يعني الامتحان اللي فات، دي الحاجات اللي كانت موجوده. طب ما ينفعش حضرتك تعمل لنا اسئله؟ يعني هرجع له، يعني هرجع دكتور محمود تاني برضو، مش ما ينفعش اعمل حاجه من دماغي. بس يعني ما تقلقوش، هو الحاجات احنا قلناها هي دي اللي بتيجي، يعني مش حاجه من بره. خلاص ماشي يا دكتور. الامتحان بيجي سهل، ما تقلقوش، يعني هو ام سي كيو بس سهل، عايز بس تبقى قاري وفاهم احنا بنتكلم في ايه. تمام، شكرا لوقت حضرتك يا دكتور. لا اوكي، جود لك. حد عنده أي أسئلة تاني؟ هو ممكن بس يا دكتور قبل الامتحان لو حد فينا جاء معايا أو كده نبقى نكلم حضرتك أو نسألك؟ يس شور، طبعا أي وقت، أي حد يعني. طيب هكلم. لما تيجي تقروا وتفهموا لو مفيش حاجة فاهمينها أكلموني. نعم، يعني اقصد هنبعت لحضرتك هنا قبل الامتحان، حضرتك هتكوني موجوده يعني وفاتحه ومتابعه معانا وكده ولا ايه؟ هنا او على الواتساب، يعني انا فاكره الترم فات كانوا بيبعتوا لي على الواتساب وفي على الماسنجر، ايه اللي انتوا عاوزينه، اي حاجه ابعتوا لي وانا يعني هنا. بلاش هنا عشان ممكن ما اخدش بالي اصلا ان في مسج بعتت، بس اعتقد ارقامنا محطوطه فيعني هتعرفوا توصلوا. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. خلاص اقروها، ولو في اي حاجه يعني لغايه الامتحان، احنا عارفين ان دي بتبقى اخر ماده، لو في اي حاجه ابعتوا لي على طول. تمام.